رح نبدأ بأولى فقراتنا لليوم، لكن رح نتعرف عليها بهالتقرير. الثقة المتبادلة بين الوالدين والأبناء لا يمكن أن تكون جيدة إلا إذا بنيت على قواعد وأسس تربوية للتعامل بها معهم، كعدم التمييز في المعاملة بينهم والوفاء بالوعود، وأن يكونوا قريبين منهم قدر الإمكان لكسب ثقتهم. ويجب أن يكون هناك درجة من التفاهم بين الوالدين والأبناء لكسب ثقة الآخر، ولا بد أن تكون هناك حدود بين الأهل وأبنائهم لتفادي الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الأبناء. وبما أننا في عصر التطور، فلا بد أن يكون للأبناء مصادر ثقة أخرى غير الوالدين. وهنا إلى أي حد يجب أن يثق الوالدين بالأبناء؟ هل هي ثقة مطلقة أم ثقة محدودة؟ وكيف يمكن أن تعزز الثقة علاقة الوالدين بأبنائهم؟ وهل أصبح للأبناء مصادر ثقة أخرى غير الوالدين؟ الجواب مع الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي ضمن استديو صباحنا غير. زين، بعد ما تابعنا المادة التالية أكيد نرحب بضيفتنا الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي. سعد صباحك رهف. صباح الخير يا هلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. سعد صباحك مرة تانية وأهلا وسهلا فيك رهف. يعني اليوم موضوعنا كتير مهم، نحكي عن الثقة. الثقة هي المخزون اللي دائما الأهالي بحبوا أنه يكون موجود بشخصية كل أطفالهم وأبنائهم، حتى يكون أساس للتعامل عند الكبار، وحتى يمكن لتكوين الشخصية، من أساسيات تكوين الشخصية. خلينا نعرف كيف الأهل ممكن أنه يعززوا الثقة منذ الصغر عند أولادهم. هلأ كتير مهم أنه في علاقة متبادلة، علاقة أريحية بين الأهل وبين الأولاد. طبعا يكون في ضوابط مشان ما يكون كتير أنه يكونوا فري ويكونوا يتجاوزوا كتير حدود. فلازم دائما من وقت ما بيكونوا صغار دائما ينحط في خطوط معينة. لكن منلاحظ كتير أنه في أهالي هي كتير هدول الخطوط يعني واقفة بشكل كتير كبير بينهم وبين أولادهم. هذا الشيء كتير عم يعمل مشاكل بيناتهم، ولما عم وصلوا لفترة المراهقة عم يصير عم تتفاقم المشاكل أكتر، وما منلاقي غير الأهالي إجوا إنه عنا مشكلة، ما في ثقة بيننا وبين أولادنا، الولد بلش يضيع، وخاصة مثلا إذا عنده شهادة أو عنده بكالوريا، ما عاد درس، أموره مو منيحة، بلش بالدخان، بلش بأمور تانية. نعم. فأوقات كتير الأهل تتفاجأ. يعني كمان شغلة تانية إنه أوقات في أهل إنه إحنا عاطين ثقة تامة للأولاد تمام، وإنه بيكبر وخلص في ثقة بيناتنا، لكن ما بيكون في تحاور بطريقة صح. هلأ لما ما بيكون في حوار بطريقة صح كمان، فهون بنلاقي إنه الشاب أو البنت لما ببلشوا بيفوتوا بسن المراهقة ببلشوا بيضيعوا. نعم. ببلش بقى إنه ما عاد يعني الأهل لا عاد في تواصل بيناتهم، لا عاد في إنه هن يوجهون، ما في أي يعني بتلاقيهم إنه خلص راحوا على راحتهم وبلشوا يغلطوا، وبعدين بلش تتفاقم الأمور أكثر وأكثر، وهون تصير في مشاكل كتير. فنحن مشان هيك ما بيكون الولد صغير لازم دائما يكون في علاقة بينه وبين أهله. طيب دائما بيسألوا كيف؟ صح. شو الإجراءات اللي نحن لازم نساويها؟ إن كان هلا أكيد في عنا المشاهدين ومشاهدات الأهالي إنه في عنا يلي عندهم أطفال ويلي عندهم صاروا إن كان مراهقين شباب. وشباب. هلا بالفترة الطفولة لما دائما هلا كتير مهم إنه الأجهزة الإلكترونية ما تكون بإيدين الأطفال. يكون دائما في الألعاب، الأشياء الحسية، ودائما يكون في مشاركة الأهل، والأب له دور كتير كبير. أنا دائما بحكي عن هذا الموضوع لأنه كتير من الأبهات للأسف فكروا أنه بس دورهم هن خارج المنزل مشان أنه يشتغل ويجيب مصاري وخلصت، هاي هي الشغلة. فالدور الكبير هو على الأم،
لكن الأم لحالها ما بتحسن تربي بطريقة المثالية أو بطريقة خلينا نقول لا يطلع الطفل أو الشاب يطلع ناضج. فدائما الأب لازم يعطي وقت لأطفاله لأولاده بشكل علم قلني أسبوعيا. دائما بنقول لهم كمان أنه إن كان الأم وإن كان الأب لازم يعدوا جلسة على الأقل أسبوعيا مع كل طفل لحاله. أوقات كثير بنقول لهم تطلعوا سوا مثلا تروحوا مشوار، ايه كلياتنا بنروح سوا، طيب اوكي شو بتعملوا؟ بنروح مثلا على محل، على المول، على المطعم، على وين ما كان، بنتركهم يلعبوا، ايه وخلاص بناكل بنرجع. طيب وبالبيت؟ ايه مثلا هن لهم العابهم، لهم مثلا الالعاب تبعهم الموبايلات. نعم. طيب هلا فترة الحجر الصحي كانت كتير في أهالي استفادوا منها بشكل كتير كبير إجابي. لأنه عملوا علاقة كتير قوية بينهم وبين أطفالهم، بلشوا يتعرفوا على بعض بطريقة أفضل، بلشوا يحاولوا يغيروا لهم من سلوكياتهم، يعملوا في حوار بينهم وبينهم. صح. يعني رهف في شغله كثير مهمه يعني وحتى انت دائما بتنوهي عليها، انه الام لحالها ما فيها تربي، واحيانا صحيح. الام شوي بيطمعوا فيها الاولاد، حتى الصبي البنت بتطمع بالام كونه الام شوي قلبها رقيق، ولكن بحاجه احيانا الولد لرادع يعني حلو الثقه ولكن برادع. الاب احيانا بيكون شخصيته يعني فارضه رغم انه هو برا البيت. صح. والدليل بتقول له امه للشاب انه ابوك برا البيت بيجي ما بيسمع صوتك، انا قاعده معك بالبيت عم بنفذ لك طلباتك وصوتك بيضل طالع، فهذا دليل انه على العلاقه لازم تكون تشاركيه والثقه هي مخزون. اكيد اكيد. هلا دائما لما بيكون الاب له دور بالتربيه، كمان بده ينتبه كثير الاب انه ما يكون لا دائما حازم كثير ولا بنوب يعني عاطي الاريحيه، لانه كمان في بعض الاهالي كمان بعض الامهات بتشتكي انه لما يجي الاب الاولاد بياخذوا راحتهم على الاخر، بصيروا ما عاد يعني وانه خلاص يلا اتركيهم يساووا اللي بدهم اياه. هون في لا في في هيك انماط يعني. فهون بقى كمان الولد بصير شو بصير انه اي مشكله صار بينه وبين امه دغري بروح بيخبر ابوه طبعا، وهون بقى الاب بيكون له دور سلبي للاسف. فنحن كثير بدنا نعالج هذا الموضوع بطريقه صحيحه بطريقه ايجابيه. طيب خلينا نحكي على الحوار مشان الثقه. دائما لما الام والاب يفتحوا عده مواضيع مع اطفالهم ما بيكونوا صغار، ولما ببلشوا بفوتوا بفتره المراهقه، فتره المراهقه كثير حرجه، يعني ببلش ان كان الشاب او البنت بحبوا بقى يفوتوا بقصص ان كان حب وقصص مواضيع اخرى، بفوتوا على الانترنت، عندهم رفقاتهم الافتراضيين، حتى هلا عن طريق الالعاب كثير عم بسمع قصص يعني خطيره، لانه عم يصير في علاقات وعم يصير اوقات حالات شذوذ للاسف. فنحن كثير يعني هذا الموضوع لازم نبلش ينفتح بمرحله معينه مع يعني فتره المراهقه. صح. حتى يمكن انه في ترويج للصوره المثاليه والكامله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان كان شاب ولا كان بنت، فبتلاقي انه فعلا في كمان عم بياثر على الثقه اذا ما كانت قويه. رهف صحيح. وكثير منهم يعني انا اجتني عده استشارات انه مثلا البنت لقيت وحده رفيقتها ببلد ثانيه لكن اعطتها الثقه الكامله وصارت خلص انه هديك توجهها، مع انه يعني لا بنعرف مين هي، وبلشت بقى يعني يفوتوا بقصص ومواضيع ويفوتوا على مواقع يعني ما كانت كثير اخلاقيه. فهذا الموضوع كثير الاهل لازم ينتبهوا له. هلا لما دائما الام هي الام اكثر شيء بتكون قريبه من الاولاد، لما دائما وقت ما بيكون صغير بيرجع مثلا اول شيء بيرجع من المدرسه بيحكي مشكلته، لما بيحكي المشكله الولد ذكي كثير بيعمل مثل عم يعمل تجربه، بيحكي فكره صغيره وبلش بشوف شو الرياكشن، شو رده فعل الاهل، خانقوا ما خانقوا، هل حاكوا بطريقه محاضره ولا لا، في شيء في سيناريو معين. كثير الاهل ان كان الاب والام بدهم يساووا سيناريوهات، يعني ما بصير مثلا اذا عامل مشكله تجي الام دغري مثلا تخانق او يجي الاب يخانق ويعيط عليه، طبعا متى ما خانقوه خلص عمل بلوك. صحيح. ما عاد يحكي لهم ولا شيء، بقول لهم خلص يعني هدول بدهم يخانقوني انا ليش بدي احكي لهم، وبلش بقى بدور على اشخاص اخرين لحتى هم يساعدوه بحل مشاكله. صح. فلا لما هو بيجي اول شيء دائما بنقول في شيء اسمه استماع تعاطفي. شو يعني استماع تعاطفي؟ يعني لما يجي الشخص او يجي الولد او البنت
عم يحكوا المشكلة بخليه يحكي بأريحية تامة بدون ما أعطي لا إيه لا صح ولا غلط، خليه يحكي ويعبر ويطلع كل شيء جواته. لما الإنسان لما بيلاقي شخص عم يستمع له بنية الفهم وليس بنية الرد، هون بقى ببلش بيحكي، ببلش بقى بيعبر، ببلش بقى بيقول إنه شو الشيء اللي مضايقه، شو الشيء اللي هو عم يزعجه، فشو عنده مشاكل، شو عنده قصص، شو الشيء اللي عم يفكر فيه. كتير مهم الأهل يعرفوا الولد أو البنت شو عم يفكروا، بشو عم يفكروا. هلأ أوقات كتير بتجيني أهالي إنه أنا ما عم بعرف بنتي أو ابني شو عم يفكر، يعني أنا ممكن أعرف كل العالم شو عم تفكر إلا أولادي. هلا أوقات كتير في يعني الأهل دائما بدهم يلفوا كوع وما في شيء هيك ستريت، إنه خط مستقيم، دائما بدهم يستخدموا عدة أساليب لحتى يتقربوا، يصادقوا أولادهم، صحيح، يتقربوا منهم ويخلوهم إنه إيه يحكوا لهم، ويحكوا لهم بمواضيع كتير كتير حساسة. صحيح. يعني هلا في موضوع المواضيع الجنسية كتير أوقات ما بيتطرقوا للأهل، بخافوا كتير إنه لا وعيب وما بصير، فلا بالعكس هذا الغلط يمكن رهف اللي عم يصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عم يضطر الولد إنه هو يدخل على مواقع أو مثلا يتعرف على أشخاص. صحيح. يحكي هو وياها مثل ما حكيتي، هذا شرخ كتير كبير بين الأهل. يمكن بيقولوا حسب العادات والتقاليد والأعراف إنه لا ما بيصير، لا نحن هلأ بوضع عندك عالم افتراضي واسع، سوشيال ميديا، يعني هو إذا أنت ما حكيته رح يحكي حدا بطريقة تانية. صح. أو رح يشوف مشهد يعني كمان ما يعرف شو هو، حيصير عنده جوات نفسه ردة فعل، ردات فعل خطيرة. وأحيانا مثل ما وصلني في أحيانا بوصلوا لأشذوذ، في عالم ما بتتزوج، في عالم ما فيها تعمل أي علاقة سليمة. صحيح. قديش مهم بس أنه يكون في مصارحة، معلش الأهل شوي يختصروا يعني هدول القصص قديمة. كتير كتير يعني مفروض وقت ما بيكون الطفل ببلش فيه مراحل معينة لحتى الأهل يبلشوا يشرحوا له عنه. اجتني مرة استشارة الولد مصدوم انه هو تلاقي اوقات كتير على الابليكيشنز او الالعاب بيطلعوا كتير صور، فبعدين الولد بيفوت من شغلة لشغلة من شغلة لشغلة، طلع شايف شغلات ومصدوم فيها وصارت عنده حالة نفسية. فالأم وقفت انه بحالة انه شو اللي عم بصير، شو بدي اعمل، لا ما بصير نحكي بهذا الموضوع وعيب وحرامه وكل هدول الشغلات. فبلشنا نحكي انه لا في مراحل لازم الولد يتعرف عليهم. طبعا كل مرحلة عمرية في حكي معين لازم ينحكى، في تعرف معين لازم يتعرف عليه الطفل. لما بيكبر شوي في شو العلاقة لازم تنحكى بطريقة صحيحة، بطريقة انه كمان لا يكون فيها خوف، لانه في منهم عم يصير عندهم حالات خوف حتى بعد الزواج، أو ولا انه لا نحن مثل مثلا برا باوروبا وامريكا مثلا انه ايه بتركوها اتس فري وعادي وكثير هذا الشغله. لا في ضوابط، في عندنا ضوابط اجتماعيه فيها، في عندنا اخلاقيه، في عندنا دينيه. كثير هدول لما الاهل بيحكوا لهم اياهم للاطفال وللشباب وللمراهقين، فببلش الولد انه بصير بيتعرف على الموضوع، بصير بيتقرب من اهله، بصير اذا صار معه شيء مشكله بيروح عند امه او عند ابوه بيحكي لهم انا هيك هيك صاير معي. هلا كثير من الاهالي بيجوا بيقولوا لي ما بنعرف شو بدنا نجاوب. طبعا هون بقى بتجي قلة الثقافه كثير. هلا في دورات عن هذا الموضوع بنعملهم للاهالي انه انتم شو لازم تحكوا لاولادكم، كيف لازم تعرفون على عده مواضيع مشان ما يغلطوا. يعني الاغلاط اللي عم تصير، انا يعني عن جد بتفاجئ كثير انه بيجيني صبايا فتيات صغيره عمر 13 14 سنه، في قصص عم تصير يعني عن جد خطيرة خطيرة جدا. رهف مشان هذا الموضوع، لكن خلينا نحكي عن نصائح كيف ممكن الأهل هيك يكونوا ملاذ آمن خلينا نقول لأولادهم، ويكون في جسر ثقة بين الطفل الصبية الشاب بكل الأعمار. ونحن نقول دائما سن المراهقة هو أخطر سن، ومو ضروري يكون بال14 ممكن يكون بال18 كمان. صحيح. فخلينا نعرف كيف ممكن الأهل فيهم بنصائح هيك سريعة. هلأ لما الأهل بيطوروا من حاله ببلشوا بتعرفوا عن هدول المواضيع بطريقة صح، ببلش الأم والأب بيشوفوا إنه وين المشكلة، وين الثغرات عند ابني، وين الثغرات عند بنتي، وين المشكلة مثلاً اللي خلتها إنه تفوت بعلاقة. كمان في نقطة إنه لما بتصير مثلاً الأولاد بصير عندهم علاقة معينة ويروحوا يحكوا للأهل، كمان مو الأهل إنه بيتركوا الموضوع يعني فري وعادي وإيه يلا ما عليه شو روح وساوي اللي بدك يا لا،
في ضوابط معينة. أوقات كتير الأهل لنكونوا أذكياء كتير بدهم يلفوا يعني من وراء أنه ما يجوا هيك بشكل صريح نهائيا، ما بينعطى الموضوع بشكل صريح. يعني على فرض الأم دريت أنه ابنها بدخن، طبعا إذا جابته عملت له محاضرة خانقوه ما حيستفيد شيء، حيرجع يدخن، حيدخن كمان بالسرقة. هلا بس في لقطة بس كمان مو تخليه انه ايه معلش دخن امتى ما بدك. المهم قدامي انا ضد طبع فكرة انه لما الاهل يعرفوا انه الولد بيدخن او بيأرجل انه يخليه قدامي، لا احسن من وراء ظهري. لا لا لا، انا بعرف انه انت بتدخن لكن انا قدامي ما بدخن، احتراما بتحترمني وانا تصطفل. اذا انت طبعا انا بحكي له عن المواضيع الطبيه، بحاول اعمل له اياها من جوانب نفسيه، بحاول بشطط طرق ممكن بمساعده استشاري او استشاريه. لكن اذا هو هذا الخيار تبعه فانا بقول له هذا خياره انت اللي حتنضر، تمام. بس انا طبعا ضل من ورا لورا عم شوفه صحيح شو عم سامع، لكن ما بخليه يدخن. لانه متى ما بلش الولد انه ايه انا قدام اهلي السيجاره ما بتنقى صحيح، بصير او امتى ما بده. يعني رهف الموضوع اللي عم نحكي فيها هي مواضيع كبيرة وإلى يعني إلى شيء مهم كتير كونه هذا الجيل هو رح يبني المستقبل. كتير بدنا نتشكر وجودك معنا، حيكون لنا وقفات تانية أيضا لنتحدث بمواضيع تانية بتخص أيضا التعامل بين الأهل والأبناء. شكرا لوجودك معنا. شكرا كتير لكم. شكرا لك يا رهف، ودائما بنقول يعني دائما صادقوا أولادكم مثل ما بيقولوا أو خوا أولادكم، لأنه دائما بتلاقي إنه الأوامر الممنوع مرغوب، بس بالصداقة والتفاهم والثقة بصير الممنوع ممنوع. شكرا لوجودك معنا.